بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض كورس اندستريال بروجكت مانجمنت دورة المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض كورس اندستريال بروجكت مانجمنت دورة المشروعات الصناعية. كنا عرفنا أهمية الكورس بتاعنا، هو بيدينا فرصة إن إحنا نعرف السيكونس أو الترتيب معين لو أنا عاوز أعمل مشروعي. أيا كان بقى حضرتك هتبقى أونر صاحب المشروع أو بروجكت مانجر، هتبقى مدير المشروع نفسه هتديره، أو هتبقى حتى مهندس هتبقى موجود جوه المشروع، فده هيفيدك كتير إنك تبقى عارف السيكونس إيه اللي المفروض تمشي وراه طبقا لكيانات كبيرة عملت المشاريع ديت، وأساتذة كبيرة قامت بموضوع المشاريع بتاعتهم. ناخد الخبرة بتاعتهم وبنحاول نشوف إيه السيكونس اللي ممكن نمشي وراه في المشروع بتاعنا عشان إن شاء الله يكلل بالنجاح. يعني دي ملخص سريع كده للمادة بتاعتنا وأهميتها. لكن كان لازم قبل ما نخش في دورة المشروع نفسه كنا لازم برضو نعرف يعني نعمل دراسة جدوى، وندخل كلمة دراسة جدوى دي مفيدة جدا عشان أنا ما أفقدش فلوسي ووقتي، ولا في نفس الوقت الموضوع نفسه ما فيهوش فيه جدوى. إذا كان لازم ندرس دراسة الجدوى، وده بالفعل اللي حصل معانا قبل المحاضرة على طول اللي هي بتاعة المراجعة، كنا ابتدينا في دراسة الجدوى وبالفعل احنا عرفنا ايه هي الكومن كومبوننت، وجالك سؤال كمان في الامتحان عليها ايه هي الكومن كومبوننت اللي بتاعة الكومن كومبوننت اوف افيزيبيليتي ستادي اللي هي دراسة الجدوى. يعني عرفناهم، هنكمل مع بعض. احنا عرفناهم طبعا كبنود، هنخش بتفصيل اكتر شوية على كل بند من البنود دي، هنعرف تفصيل اكتر عنها شوية. تعالوا مع بعض نستكمل الكومن كومبوننت اوف فيزيبيليتي ستادي. اللي احنا قلناه اخر المحاضرة اللي فاتت، كومن كومبوننت اوف فيزيبيليتي ستادي. There are several components of a feasibility study. These components according to the type and circumstances surrounding of the project. Common component of a feasibility study. إيه common component؟ قلنا الـ fundamentals، وده بيتكلم على أساسيات العلم بتاع اللي هندرسه في المشروع بتاعنا. أيا كان بقى قلنا physics, chemical, account، أيا كان مجال المشروع اللي هنشتغل فيه. ماركتس، ودي قلنا السوق الاسواق بتاعتنا ندرسها مع بعض. تكنيكال ستادي، الدراسات الفنيه بتاعتنا. سكيلز، المهارات اللي المفروض تكون قلنا متوفره في الناس بتوعنا عشان يقدروا يقوموا بالمشروع بتاعتنا. واستكملنا برضو مع بعض الكومن كومبوننت، المكونات الرئيسيه او الكومبوننت الشائعه اللي موجوده في غالبيه المشاريع بتاعتنا، وقلنا الكابابيلتيز اند كالتشر، القدرة بتاعتنا على إنجاز المشروع، كالتشر، الثقافة اللي بتكتسب مع الوقت. اتكلمنا قلنا الريسورسز اللي هي المصادر والموارد اللي مفروض لينا في المشروع لازم تكون موجودة من داخل دراسة الجدوى. واتكلمنا على اللوجيستكس، قلنا اللوجيستكس اللي هي عبارة عن إن احنا بإزاي بيبقى الموضوع لوجيك منطقي، الأوبجيكتس اللي موجودة عندنا كلها أيا كان بقى ليبرز، ماتيريالز، ازاي يبقوا بعض متناغمين او متفقين مع بعض في جميع مراحل المشروع بتاعنا عشان يبقى المشروع بتاعنا اسمه لوجيك، يبقى حتى من اسمها كده منطقي. وبعدين الفاينانس، فاينانس يعني الدراسه الماليه. والكاستمرز، قلنا الناس اللي هتستلم من المشروع ايا كان بقى اليوزرز او المستخدم النهائي او غيره. ولازم برضو نحط في دراسة الجدوى الكومبيتيشن، منافسين، اكيد في منافسين لينا موجودين.
والمشروع بتاعنا لازم يتضمن برضه في دراسه الجوده الليجاليتي. الليجاليتي يعني القانونيه المشروع، ما يبقاش عاملين مشروع لازم يكون موافق القوانين واللوائح الموجوده للبلد. بنستكمل برضه مع بعض الكومن كومبوننتس اوف افيزابيليتي ستادي، ايه المكونات الشائعه في غالبيه دراسات الجدوى. السكادول دي قلنا المخطط الزمني بتاعنا الذي يكون ليه بدايه ونهايه لكل مرحله من المراحل. والديزاين قلنا من اهمها، قلنا المكونات مثلا الطائرات، من لازم يكون في ديزاين وافي وكافي عشان نقول، وسيفتي فاكتور عالي قلنا عشان نضمن الكومبوننت بتاعتنا ما يحصلش منها فيلير، لان دي هيبقى فيها ارواح ناس. اوبريشنز برضو اتكلمنا عنها على مجال الطيارات، قلنا من على سبيل المثال قلنا لو احنا قلنا عدد ساعات الطيران اللي طارتها الطياره دي، ده بيمثل لي برضو بند مهم لما اجي انا اشتري طياره زي كده او في المجال بتاعي. هنشوف مع بعض بند كده من الاول لحد الاوبريشن، بند مع بعض هندرسهم سوا. هندرس بند زي ما قلنا بايجاز، برضو هنبتدي برضو زي ما احنا ابتدينا مع الكومن كومبوننت وقلنا الفاندمنتالز. Something that is based on first principles in areas such as physics, chemistry, biology or economics. يعني هو شيء بيستند على المبادئ الاولى في المجالات بتاعه المشروع بتاعنا، ممكن تكون فيزيكس، فيزياء، كيمياء، احياء او اقتصاد. بمعنى ما سيقوم به المشروع في هذه المجال، زي ما اتفقنا قلنا هيعمل ايه في المجال ده. المشروع بتاعي المفروض هينقلني نقله من current state to future state. ده كده نبذه كده description لازم نقوله في الاول عن مشروعنا تحت عنوان الفاندمنتالز او الاساسيات اللي موجوده تخص مشروع. تاني واحده كنا قلنا الماركتس، ماركت كونديشنز such as the demand for a product or service in a particular area. يعني ظروف السوق بتاعنا، وعلى سبيل المثال ممكن يكون مطلوب برودكت معين او سيرفيس معين في المنطقه اللي احنا فيها دي او في المنطقه اللي هنقوم بيها المشروع. وفي بعض الاوقات ما ينفعش ان انا اقوم بالخدمه دي ولا السيرفيس ده في المكان ده، يبقى انا لازم ادرس السوق كويس واشوف ايه المتطلبات اللي هو محتاجها عشان ما اعملش برودكت او سيرفيس ما يكونش نتيجتها ايجابيه بالنسبه لي او المنتج نفسه ما اعرفش اسوقه. Technical study. Technical feasibility study is a complete study of the project in terms of input output process and procedures. يعني لما تيجي ندرس الفيزابيليتي ستادي هندرسها بطريقه ان احنا هنشوف ايه الانبوت بتاعتنا وايه الاوتبوت اللي احنا المفروض نحصل عليه وايه الخطوات اللي احنا هنتبعها في التكنيكال ستادي دي عشان نوصل للاوتبوت المطلوب اللي هو يقابل معانا الريكويرمنتس المتطلبات بتاعه المشروع. وفي نفس الوقت مفروض ان هو برضه سولفز ا تكنيكال بروبلمز. يعني افرض انا دلوقتي شغال في مشروع ولقيت في مشكله وانا بعمل دراسه جدوى، لو قدرت ان انا احل المشاكل اللي هتقابلني، واكيد هنقابل مشاكل وانا بعمل دراسه جدوى، في التكنيكال ستادي لازم احلها وانا بعمل الدراسه دي عشان في الاخر اقول زي ما اتفقنا قلنا النتيجه النهائيه بتاع دراسه الجدوى دي ان هكمل في المشروع او مش هكمل، هنجح فيه ولا مش هنجح فيه بالاهداف اللي انا عاوزها من المشروع. طيب، the technical feasibility study should most essentially support the financial information of a project. دي برضه نقطه مهمه لازم نكون عارفينها، ان انا لما بعمل technical feasibility study اللي هو يعتبر من اهم الحاجات اللي بتتعمل او من اكبر الحاجات اللي بتاخد وقت وحجم غالبا في المشاريع بتاعتنا، هي technical feasibility study، لازم تقابل وتبقى متفقه مع الامكانيات الماديه بتاعتي او الدراسه الماليه اللي انا عندي للمشروع المتوفره ليا. ما اعملش حاجه وانا امكانياتي الماديه ما تسمحليش ان انا اعملها. The
technical feasibility study is lays out details on how a product or service will be delivered. يعني دراسة الجدوى تديني تفصيل للخدمة بتاعتي دي أو البرودكت بتاعتي ده وبيديني تفصيل عنه وفي نفس الوقت طب بتحتوي على ايه برضو التكنيكال ستادي بتحتوي على لوكيشن مكان المشروع اللي انا هقوم بيه وده يحضرني هنا مثلا على سبيل المثال لو حضرتك هتعمل مشروع مثلا مصنع اسمنت اللوكيشن مهم جدا ما اقدرش ان انا ابعده عن المحاجر المكان اللي انا هاخد منه الماتيريال اللي هتطلع لي خارج الاسمنت اللي هتخليني في برده الاخير الاسمنت لازم يكون جنب محاجر وفي نفس الوقت ما اقدرش برضو احطه وسط منطقه سكنيه لان هقابل مشكله ثانيه مع الليجاليتي قلنا او القوانين واللوائح المنظمه بتاعها ما ينفعش مصنع زي ده يتعمل في منطقه سكنيه فاذا اللوكيشن في المشروع بتاعنا دوت لو انا هعمل مصنع اسمنت على سبيل المثال يعني ما ينفعش نهائي انه لازم احط في حسباني بمعنى اصح اللوكيشن والمكان اللي هقوم بالمشروع بتاعي فيه. طيب تكنولوجي نيدز ايه بقى التكنولوجيا اللي انا محتاجها للمشروع بتاع الماكينات اللي انا هحطها في المصنع بتاعي او الامكانيات اللي المفروض تكون عندي وايه التكنولوجيا اللي انا محتاجها عشان اخرج الخارج بتاعي. ماتيريالز طبعا الماتيريالز بتاعتي المشروع بتاعي ايا كان بقى المشروع بتاع الماتيريال بتاعتي ليبر العمال اللي هيقوموا بالشغل بتاع المشروع بتاعي اند ترانسبورتيشن برضو عمليات النقل ايا كان بقى نقل الناس نقل البضايع نقل الخامات اللي هتيجي فدي حاجات كلها في التكنيكال ستادي الخ مش بس كده في حاجات تانية ممكن تكون كمان في التكنيكال ستادي بس ده على سبيل المثال. سكيلز access to the skills required to execute a plan يعني لازم نوصل بالمهارات بتاعه الناس بتوعنا عشان تحقق المشروع بتاعي ممكن بقى نحقق المهارات دي نوصل لها عن طريق تدريب ايا كان اون جوب تريننج ايا كان المهم ان احنا نوصل في الاخر ان انا الناس اللي موجوده عندي اللي تقوم بالمشروع بتاعي عندهم المهارات الكافيه اللي تؤهلهم لتنفيذ الخطة بتاعت مشروعي. Culture and capabilities the realistic limits of an organization based on its current capabilities and culture بمعنى الإمكانيات الحقيقية بتاعتنا للمنظمة بتاعتنا اللي فيها المشروع بتاعنا تعتمد اساسا على الامكانيات والثقافة زي ما اتفقنا اللي مكتسبة مع الوقت قلنا دايما بنقول بسرعة كده الدقة او السرعة او الاداء العالي او العكس برضه لازم اكون حاطط في حسباني الكالتشر والثقافة اللي اكتسبت مع الوقت بالنسبة للناس بتوعي وقدرتهم. resources الموارد بتاعتنا the ability to secure resources القدرة على ان احنا نأمن الـ resources الموارد بتاعتنا such as على سبيل المثال ومنها طبعا الموارد البشرية. logistics the ability to put things together such as people, facilities and supplies such that everything is where it needs to be at the right time. يعني اللوجيستكس هنا هي القدرة على تجميع أشخاص والإمكانيات اللي عندنا المتاحة والموارد واستخدامهم معنى صح الاستخدام الأمثل في الوقت المناسب. الموضوع اللوجيك منطقي إنه يدار بالشكل ده. يبقى أنا لازم في دراسة الجدوى عندي لو أنا هعمل مشروع لازم يكون لوجيستكس بتاعته مظبوطة. فاينانس اللي هي الدراسة المالية طبعا شيء مهم جدا. فاينانشال فيزابيليتي از موستلي اباوت كوست اند بنفيتس يعني بتعتمد على التكلفة اللي عندنا وايه الفوائد اللي هتعود عليا من المشروع بتاعي ده. البروجكت مي بي بروهيبتيفلي يعني بمعنى يعني غالي maybe يعني expensive productive يعني يكون باهظ الثمن to invest in. في الحالة دي
يبقى انا برضو ابقى كير وانا شغال في المشروع بتاعي ان ممكن يكون مشروعي باهظ الثمن ان انا استثمره او ان تو اتراكت انفستمنت ان انا استثمر فيه. كاستمرز زينيتس بريفرنسز and knowledge of a customer base or target audience. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لابد من معرفة يكون عندك معلومات واحتياجات وايه اللي الناس بتفضله واللي بتأثر وبتهم الجمهور بتاعنا. يعني انا الكاستمر بتاعي لازم اعرف هو ايه المعلومات اللي عنده وبيفكر ازاي وعاوز ايه الحاجات اللي بيفضلها واللي محتاجها عشان اعرف اقدمه البرودكت اللي هو محتاجه. كومبيتيشن هنا زي بوتنشال فور كومبيتيشن. فور اكزامبل ات مي نوت بي فيسبل تو لونش ا برودكت بيفور امبروفز ات. زي بوتنشال فور كومبيتيشن يعني بمعنى صح لابد من ان اكون عندي قدره على المنافسه. على سبيل المثال في بعض المشاريع لو انا عملت البرودكت بتاعي كده مش هكسب. انا محتاج البرودكت بتاعي ده احسن من ادائه على سبيل المثال عشان اقدر انافس بيه مع الناس اللي موجودين حواليا او في المنطقه اللي موجود اللي انا هقدم فيها الخدمه او البرودكت بتاعي. ليجاليتي legal and compliance to laws and regulation. يعني لازم المشروع بتاعي يكون قانوني ويكون متفق مع اللوائح والقوانين للمكان اللي انا موجود فيه. schedule الخطه الزمنيه. الجدول الزمني the feasibility of meeting a deadline or completing something fast enough to meet your objectives. بمعنى ان الفيزابيليتي بتاعتي لازم يكون في ديدلاين يعني محدده بموعد نهائي ما عنديش الموعد ده. يبقى كل مرحله من المراحل ليها مثلا ديدلاين معين ان انا المفروض ان انا ما عنديش الوقت ده. وبعض الاوقات زي ما احنا شايفين ان انا خلاص انا لازم اسرع عشان الحق ان انا اقدم البرودكت بتاعي ده في الوقت المناسب. The visibility of a design, for example, a visibility study to test a new material for an aircraft design. زي ما قلنا قبل كده اختيار مادة جديدة هتستخدم في تصميم الطيارة. فده موضوع مهم جدا لازم تتضمن في دراسة الجدوى بتاعتي. لو انا هعمل برودكت في طيارة. Operations. The visibility of day to day. Process the visibility of day-to-day process. For example, the visibility of operating aircraft at airport around the world. احنا برضو قلنا المثال ده قبل كده قلنا الجدوى ومدى الاعتمادية يوم بعد يوم. مثال على ده قلنا الطيران المستمر لطائرة حول العالم خدت كام ساعة. وده برضو موضوع مهم جدا بيخليني ان انا اقبل على ان انا على سبيل المثال مش انا اشتري طياره لازم اكون متاكد وعارف كويس قوي ان الطياره دي جربت التجربه دي قبل كده وده يدفعني ان انا اشتري الطياره اللي هي فعلا سيف وعملت عدد ساعات كبيره حول العالم او حول ايه عدد ساعات كبيره. يبقى في الحاله دي بقول ان عامله اوبريشنز كويسه واقدر اشتري طياره مفرحش انها جديده قد ما افرح برضه ان في بند مهم عندي بامكانياتها جديده ان في بند مهم عندي الاوبريشن هي عملت كام ساعه. يبقى احنا كده درسنا مع بعض زي كومن كومبوننتس اوف افيزابيلتي ستادي. ايه المكونات الرئيسية او الشائعة اللي المفروض لو انا هعمل مشروع الاقيها فيها ونكمل بعض زي output results of this study اللي هي feasibility study is an advisory answer يعني تديني نصيحة واجابة yes or no.
هكمل ولا لا. If the final decision is لو حضرتك الفاينل بتاعك خلاص عملت دراسه جدوى وافيه وقدرت تنجح المشروع بتاعك ده هينجح يبقى a detailed feasibility study must be present. طيب يبقى هنخش الخطوه اللي بعد كده بديتيل بقى يعني انا المفروض بتفصيل بعد ما درست الكلام اللي فات ده كله هخش على المينس. بعد ما عرفنا الكومن كومبوننت اوف فيزيبيليتي ستادي الشائعه سريعا كده عرفناها خلاص انا كده بقى عاوز اعرف المين ستيبس بتاعه الخطوات اللي انا هعملها برضو في الفيزيبيليتي ستادي هتبقى متاخده برضو من الكومن كومبوننت ولكن هتبقى مور ديتيل لبعض البنود هنشوفه مع بعض البنود بتاعتنا وهنشرحها بالتفصيل اكتر زي ما شايف كده بقى ديتيل فيزيبيليتي ستادي از اوفرد اكوردنج تو ذا فولوينج ستيبس ايه بقى الستيبس اللي انا ادرسها مور ديتيل هنشوف مع بعض الديسكريبشن ماركت ستادي والتكنيكال ستادي والفاينانشال ستادي والاورجنايزيشنال ستادي description a layout of the business the products and all اي كان بقى البيزنس اللي حضرتك بتعمله product service to be offered and how they affect on the business هيبقى تاثيره ايه على المجال العمل الواسع بتاعنا يعني هو زي ما قلنا كده فاكرين لما قلنا تاثير المشروع ايه على الorganization ان بنقلها من ستيب تو انذر ستيب من كرنت ستيب معنى صح تو فيوتشر ستيب يبقى هنا تاثيره ايه على مجال العمل بتاعي لازم يكون ليه تاثير ايجابي على مجال العمل الواسع اللي انا شغال فيه وده بيبقى ديسكريبشن كده توصيف بدايه توصيف للمشروع بتاعي وهيعمل ايه في مجال العمل بتاعي تاني حاجه في المين ستيبس ودي مفروض برضو ان ديتيلز يعني ماركت ستادي Market study, market study. After describe the industry, the current and future market potential, competition, sales, estimations, and prospective buyers. يعني احنا دلوقتي بندرس الماركت ستادي التسويق بتاعنا بعد ما عملنا توصيف لمجال الشغل بتاعنا او مجال البروجكت اللي احنا هنشتغل فيه. The current لازم ندرس ال current market. ايه الظروف الحاليه للسوق بتاعنا او الاسواق بتاعتنا والمستقبليه كمان يعني بكره هيبقى ازاي لازم يكون عندي دراسه برضه للكلام دوت ولازم ادرس كمان في موضوع التسويق بتاعي الكومبيتيشن المنافسين ليا الدنيا حواليا عامله ازاي والمنافسين ليا مين اللي انا هبتدي انافسه سيلز استيميشنز اند بروسبكتيف بايرز واللي هيبيعوا تقدير للناس البياعين بتوعنا لازم اعرف اللي هم في مجال السوق بتاعنا في السوق بتاعنا مين اللي هيبيعوا الحاجه بتاعتنا دي البرودكت ولا السيرفيس اند بروسبكتيف بايرز اللي هم المشترين المحتملين انهم يشتروا مني البرودكت بتاعي او الـ او الـ او السيرفيس بتاعي برضو ان ديتيل هندرس تكنيكال ستادي بشور شويه ملاحظات كده في تكنيكال ستادي بشور تو انكلود اول ذا تكنيكال ريكويرمنتس اوف يور بزنس فروم برودكشن تو كاستمر ريسيبت يعني اتاكد من محتويات جميع المتطلبات الفنيه بتاعتك اللي انت محتاجها في مشروعك من الانتاج وحتى الوصول الى المستهلك customer research تمام this information will help founders know more about the operations of your project يعني بتساعد المعلومات ديت للمؤسسين القائمين على انشاء المشروع بتاعنا على معرفه تفاصيل عن المشروع بتاعنا financial study ما زلنا دلوقتي في المين ستيبس ان ديتيل فاينانشال ستادي بروجكشن اوف ذا اماونت اوف فاندنج اور ستارت اب كابيتال فاريبل نيدد وات سورسز
can and will be used, and what kind of return can be expected on the investment. يبقى احنا بنواجه او هو عباره عن تنسيق بين الفاندنج اللي عندنا المبالغ التمويل بتاعتنا وتكاليف المشروع بتاعتي. ايا كان بقى تكاليف المشروع كابيتال اور فاريبل أساسية، في حاجات بتبقى أساسية في المشروع زي ما احنا قلنا مثلا المبنى بتاع المشروع بتاعنا ده حاجات أساسية دي ثوابت موجودة عندنا ما بتتغيرش، ولكن في حاجات فاريبلز بتتغير. ممكن يكون على سبيل المثال زي ما قلنا المشروع بتاعنا هيبقى حاجة من اثنين، اما حاجات كابيتال اللي ما قلنا عليها حاجات أساسية ما بتتغيرش زي ما قلنا مثلا المرتبات حتى ولو كانت غيرة انا عامل حسابي على التغيير بتاعها، ولكن هي حاجات ثابتة كل شهر انا ببقى عارف ابعادها. ومثلا تقريبيا بقيه الحاجات زي ايا كان بقى الثوابت اللي موجوده عندنا ان انا بدفعها شهريا ودي قيمه معروفه ومحدده بالنسبه لي. طيب في حاجات تانية فاريبلز متغيره؟ في حاجات تانية ممكن تكون متغيره. هنفترض ان انا شغال مثلا في مجال ماتيريال معينه برودكت معين، فانا البرودكت بتاعي ده الماتيريال بتاعته دي انا بجيبها من السوق او من المتعاقدين، فممكن الماتيريال دي تتراوح سعرها او تتغير متغيره، فدي فاريبلز. يبقى اذا في اصول المشروع بتاعي والدراسه الماليه اللي موجوده اللي انا موجوده عندي في منها حاجات اساسيه متواجده ومعروفه وفي حاجات متغيره. What sources can and will be used؟ ايه المصادر اللي عندي اللي انا هاخد منها الفلوس دي عشان اكمل بقيه مشروعي؟ And what kind of return can be expected on the investment؟ ايه المتوقع هيرجع لي اثناء عمل المشروع بتاعي؟ ايه الفلوس اللي المفروض هترجع لي؟ دايما كده بيذكرني برضو جزء مهم في الناس اللي بتعمل مشاريع وبتدفع فلوس يقول له انا الفلوس هترجع لي امتى كامله، يعني انا تكاليف المشروع اللي انا دفعتها دي هترجع لي امتى؟ بعد كام سنه مثلا او بعد قد ايه هقدر احصل على المبلغ اللي انا استثمرته في المشروع بتاعي؟ organizational study. A definition of the organizational and legal structure of the project. This includes احتوى على information about the organization، معلومات عن الorganization المنظمة بتاعتي الكبيرة. The professional background، ايه الباكجراوند اللي عندي والناس الحرفيين اللي عندهم امكانيات. And the skills المهارات المتوفرة عند الناس بتوعي. They possess necessary المطلوبة المهارات اللي بيمتلكوها او اللي هي المطلوبة to get the project off عشان المشروع بتاعك يبتدي وينطلق يعني او يطلع النور. And keep it operational ويفضل شغال بالشكل اللي حضرتك عاوزه عشان يحقق الاهداف اللي حضرتك حاططها لمشروعك. The feasibility study is the basis for the project plan and conducted before the project initiated. A project initiated and the plan is prepared only after the project venture has been deemed to be visible. يعني ايه كده؟ يعني دراسة الجدول اللي عندنا دي بتبقى أساس لتخطيط المشروع بتاعي، وبنبتديها قبل ما بنعمل انيشيت، قبل ما نبتدي في المشروع ده. زي ما قلت لكم دراسة الجدول دي هناخدها وهنستفيد بها في إدارة المشروع بتاعنا في أول، لو افتكرنا أول مرحلتين في المشروع بتاعنا قلنا انيشيت وقلنا البلان. الاثنين دول هناخد دراسة الجدول دي وهنغذي بيهم الاثنين دول عشان نقدر نكمل مشروعنا ونديره بشكل كويس مناسب عشان تحقيق الأهداف بتاعة مشروعنا.
A project initiate and plan is prepared only after يعني انا عشان اعمل initiate وplan لمشروعي لازم يجي بعد ما اكون انا عملت واتاكدت من ان انا عملت feasibility study كويسه والمشروع بتاعي ليه جدوى.